مباشرة بهذا الاتجاه، يعني فرص اندلاع حرب أو فرص حدوث طارئ بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة بأن نعم هناك فرص للأسف، يعني لكن هذه حقيقة يجب أن نواجهها، أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور يعني ما هي ماشية بالمسار أو الاتجاه الذي نتمناه. إحنا دولة صغيرة تتأثر وتؤثر، لكن بالتأكيد في نزاعات بهذا الحجم تتأثر بشكل أكبر من تأثيرها.